أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتلت الممثلة الأمريكية ريس ويذرسبون المركز 59 في قائمة أغنى نساء أمريكا العصاميات بثروة قدرت ب 440 مليون دولار ضمن القائمة التي ضمت 100 اسم، لتكون بذلك الممثلة الوحيدة في القائمة التي ضمت عددا من الأسماء، منها كاتبة السيناريو التلفزيوني شوندا ريمز والإعلامية إلين دي جينيريس والمغنيات تايلور سويفت وريحانا ومادونا. وتصدرت القائمة سيدة الأعمال ديان هندريكس بثروة قدرت ب 15 مليار دولار، إلى جانب عدد من السيدات في مجال الموضة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وغيرها من المجالات. وتعد ويذرسبون البالغة من العمر 47 عاما من الممثلات الأعلى أجرا في العالم، فقد حصلت على أجر بقيمة 35 مليون دولار العام الجاري. ويذرسبون المولودة في مارس 1976 بولاية لويزيانا، والدها جراح متخصص في طب الأنف والأذن والحنجرة ومقدم سابق في العسكرية. أما والدتها فحصلت على الدكتوراه في التمريض وعملت أستاذة في جامعة فاندربيلت. تعود أصول عائلة ويذرسبون لأكثر من 200 عام في الولايات المتحدة، وهم أحفاد لجون ويذرسبون الشخص الذي وقع على استقلال الولايات المتحدة ومؤسس جامعة برينستون. نشأت ريس ويذرسبون مسيحية متدينة، إذ تردد دائما أنها فخورة بالتربية الجنوبية المحافظة التي تلقتها في أسرتها، لا سيما أن لديها شعورا بقيمة العائلة والتقاليد التي علمتها أن تكون مهذبة ومسؤولة على حد وصفها. بدأت مشوارها وهي لا تزال في السابعة من عمرها من خلال المشاركة في إعلانات تلفزيونية قبل أن تحصل على المركز الأول في إحدى مسابقات المواهب لتبدأ رحلتها في التمثيل. قدمت ويذرسبون خلال مسيرتها مجموعة من الأفلام المهمة، منها في عام 1991 فيلم الرجل في القمر وخوف وشقراء قانونيا 2 وتماما مثل الجنة وفيلم مياه للفيلة، وآخر فيلم شاركت فيه العام الجاري هو الفيلم الكوميدي مكانك أو مكاني، وجزء الثالث من فيلم شقراء قانونيا الذي لم يعرض بعد. وخلال مسيرتها حصلت ويذرسبون على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل ممثلة في الأوسكار عام 2006 عن دورها في فيلم السير على الصراط، كما حصلت على جائزة جولدن جلوب 3 مرات، منها أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي عام 2000 انتخابات، وأفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي عام 2002 عن فيلم شقراء قانونيا، وأفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي عام 2006 كذلك عن فيلم السير على الصراط. وإلى جانب التمثيل، شاركت ريس ويذرسبون في الإنتاج، وهو ما حقق لها أيضا أرباحا كبيرة من خلال شركة الإنتاج التي تحمل اسم هالو سانشاين بالشراكة مع بلاكستون، والتي تم بيعها لاحقا مقابل 900 مليون دولار، واحتفظت ريس ب 18% من أسهم الشركة بعد بيعها، وهو ما حقق لها أرباحا خيالية. شكرا لكم، إلى اللقاء